وأكد وزير الصحة والسكان أن وزارة الري تقوم بأخذ عينات من المياه بشكل يومي للاطمئنان على صحتها، ثم تمر بالمعالجة في محطات المياه، موضحا أن الاطمئنان على صحة المياه عملية معقدة تشترك فيها وزارة الري والإسكان والبيئة والصحة. مية النيل اللي جاية عبر روافدها من كل الدول اللي قبلينا في نظام لحوكمة والكشف والاطمئنان على مياه النيل تشترك فيه أكتر من وزارة. وزارة الري والموارد المائية بتأخذ عينات من السد ومن البحيرة بشكل يومي وأسبوعي حتى تطمئن على المياه عند وصولها إلى الأراضي المصرية، وبمعامل متقدمة جدا، وتستطيع أنها بتطلع تقارير وتقدر تعمل معالجات إذا في أي شيء. ويعني مرينا بحاجات زي كده كثيرا. ثم المياه دي بتروح على محطات المعالجة اللي بتبقى في عهدة وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اللي بتجري عمليات من المعالجة لهذه المياه وعمليات أيضا التحليل الدوري والكشف الدوري والمعملي في بشكل يومي في هذه المحطات حتى تطمئن عليها. ثم يأتي دور وزارة الصحة إنها بتجرى كل الإجراءات الخاصة بالكشف المعملي والتحاليل عند خروج المياه من محطات الشرب أو محطات المعالجة إلى الشبكات الداخلية للمنازل. وطبعا في نص الكلام ده كله وزارة البيئة بتعمل في أمور كثيرة ما حول هذه المحطات، وزارة التنمية المحلية من خلال المحافظات. فإذا هناك منظومة معقدة جدا للاطمئنان على كل نقطة مية حضرتك بتشوفها في الحنفية اللي بتنزل قدامك.